أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يوصف عالم السوء بأنه حمار أو كلب استدلالا بقوله تعالى كمثل الحمار وقوله المعين لا تحكم عليه، لا تقول المعين لا، أما على العموم مثل العلماء الذين لا يعملون بعلمهم كمثل الحمار بل كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله تعالى فمثله كمثل الكلب، هذا على سبيل العموم، أما تقول فلان حمار فلان كلب ما يصلح هذا.